أنا نتكلمش غير على نفسي، أنا نتكلم على كل الفنانين. نعم. الفنان يعني اللي كان يعني ما عندوش باش يعني ايزون ترو سوفير، يعني سوفروا بزاف. أنا نقول لك هذه لأنه الفنان كيما اللي يخدم باغ اكزومبل الحفلات والعراس وما صابش كيف صح لي زاكتور شويه يعني يخدموا الافلام كيف شوفي ريم، كان بزاف اللي تقاسوا في من ناحيه نقولوا مدخل مادي ولا حاجه، كان عنده عائلات تقول كان ما عندوش عائله ولا حاجه، يتقاس كل واحد انسان تقاس في هذا الكونفينمون معناتها في الحجر الصحي. ما كانش واحد في الجزائر من فنانين ولا من مواطن عادي تقاس في هذا الكونفينمون، معناتها العالم قاعد تقاس، ولكن الفنان مثلا نحكي على اللي يخدموا الاعراس حبسوا لي صال، حبس كل شيء. كاين فنان واللي ميزيسيان ما نساوهمش، ودار وقفه قالوا انه لازم قاعات الحفلات كل تاثر يعني. صح كل تاثر. اسمحي لي حنا نخدموا زعما صح سي با لوجيك. انا نقول وي وي سي با لوجيك سي با لوجيك. انا الا ما عنديش حاجه تخدم عليا سي غاف كو ان ارتيست ما عندوش كيما اون اوروب ولا عندهم لا ساسام عندهم شهريه صح تو لي موا عنده حقه. حنا 30 عام وحنا نخدموا عندنا لي سي دي ما عندناش حقنا باغ اكزومبل كيما لاساسام ولا هكذا يعطيونا حقنا. نقول لك الصح الصح، انايا نقول لك الصح راني فريمون ديسو سانسيرمون في هذا لو كوتي سانسيرمون. يعني قلبك معمر الى وي ماشي غي انا جو بونس با غي انا كاع اوكي اوني داكور. دونك انا جو بونس باسم كل الفنانين جو مو بيرمي دو دير اون ديريكت que les artistes algériens ont besoin de l'ikhdem ou عنده ou مد pendant 30 ans ou هو يغني ما عندوش حتى شهريه تدخل له سي غاف على بالي. نعم من حقك ريم شكرا على الصراحه. والله العظيم صافي مالوكو. نعم.